أولا، لم تتوقف الأعمال في جامع النوري خلال فترة شهر رمضان المبارك أو قبله، لأن الأعمال بسيطة ويدوية ولا تحتاج إلى معدات، يستطيع المواطن من الخارج رؤية العاملين داخل الموقع. حاليا أنتم تلاحظون أن العمال يشتغلون بشكل كامل، عندنا نقاط اختبارية داخل الجامع، تأكد من حجم المصلى القديم، بس نحتاج أن نتأكد من السور الخارجي للمصلى القديم. بالإضافة عندنا عمليات تنظيف للطابوق اللي يخرج من المئذنة حاليا، لأن بدأت المرحلة الثالثة من قبل الشركة المنفذة، شركة القبس، فأي يأخذون الطابوق، احنا بدينا ننظفه بدينا نشتغل عليه. فهي كل الأعمال لازم تكون بشكل يدوي، ما تحتاج آلية. صخور قديمة يعني؟ ما هو المئذنة مكونة من الطابوق، فحاليا الأجزاء المتخلخلة تنرفع بشكل دقيق، تحتاج إلى تنظيف حتى عملية إعادة البناء نرجع نستخدمها بمكان الأصل. ذاك الموقع بس هسه بهذا الموقع شلون؟ اللي التنقيبات بداخل الجامعة حاليا عندنا صيانة وتهيئة الموقع يعني أعمال البناء اللي راح تكون، لأن هذا المصلى يعني شلون مشروع منفصل عن المئذنة، ولكن ضمن مجمع مشروع الجامع النوري. فالمصلى حاليا احنا بننتهي من اعمالنا داخل يعني تحت الارض، مباشره راح تبدي اعمال البناء فوق الارض. سؤال اخير، البناء القديم هذا اللي اشوفه امامي يبقى لو ينلغي هذا؟ لا، هذا راح اكو اجزاء آلة للسقوط منه، راح ترفع وترجع تنبني بنفس المواد ونفس المادة الرابطة، ولكن يعني بأسلوب حديث، ولكن نفس التصميم ونفس الشيء، يعني الزائر من راح يزور الجامع ما راح يلاحظ فرق عن الجامع الأصلي اللي كان موجود.